يا الله زهقت، قومي نعمل شي. ما قالش ليه دخلينا هون في واي فاي؟ انا قايمة افتح. هاي مين؟ الاكس تبعي. لح يا كلب شويح. شو بعمل يا حو على الباب؟ قال لي هاي. اوعك تعطيه وجهك بتضلك. ما بقول له هاي؟ قولي له هاي بس هيك هيك من هيك قفة امي هيك هيك هاي. اوكي هاي كيفك؟ قال لي كيفك؟ فتفي عواطف والله بعد ناقص، هيدا اللي ناقصنا بعد. شو قولك بده؟ بده يرجع لك. ما كل الرجال هيك بيتركوك اول شي بيرجعوا بيندموا كلاب. رح مبين هبلة، سكرت الباب بوجهه وما ردت عليه. شحطي قومي شحطي قومي قومي شحطي قومي شحطي. بس ما تنسي انه انا بعد شوي بحبه. هلا هو كيوت فهمنا، بس انه ما لازم هيك تصيري خصعة. شدي حالك، بعدين الشاب ما بحب هيك البنت اللي هيك الخصعة المتر كيف هيك. لازم تشدي حالك، هيك الشاب بحب البنت التقيلة مثل هيك شايفين هيك ريحة خرا. يلا قومي قومي قولي له هاي نعم، ولا قال لك بلا نعم هاي. شو فرقك؟ الدب بدي ضلني فهم فيكي، ما إذا قلتي له نعم حيفكر إنك أنت مهتمة وبدك تعرفي شو عم بده يقول، فخلص هيك قولي له هاي بلا نعم، هيك هاي شو بدك؟ هاي بدي أحكي كيف بموضوع. قال لي بده يحكيني موضوع، شو أقول لك ممكن يكون الموضوع؟ أكيد بده يرجع لك اكيد، بس مش دغري تقولي له ايه هيك مرمطيه مسح في الارض هيك مثل الكلب. خليه بدي ارجع لك بحبك. وانت انا هلا مني مستعده سوري ما بدي هلا هيك، بس تحسي هيك انحمق قولي له اوكي بفكر بفكر ارجع لك. يا الله ما مصدق انه بدي ارجع لك، بس انا رح البس بحبك. لكن ما تنجيليش هلا قدامه يلا قومي قومي لشو يلا هيك تقليلي حالك. قولي له وصلنا سنة تركين وانا ما بقى افكر بالموضوع وانتهت خلصت هون نقطة على السطر. ليه نحن صح صرنا سنة تركين بس انا ما شفت بيك حاطت سيارته للبيت بسألك عن الموضوع. اه شفته تحت حاطتها للبيع ما عم يرد على رقمه بس هيك؟ انه ايه. هاي سارة. هاي ليك شو مرقك اللي هيك 43 بخلقتك هيك هيك بنص خلقتك.